صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك. وصلنا في الحلقة السابقة إلى حدث هام في حياة وادي الملوك، وهو اكتشاف خريطة الدير البحري سنة 1881 وما نتج عن ذلك من التعرف على مومياوات ملكية لبعض ملوك مصر العظام في الدولة الحديثة، وكذلك مومياوات خاصة بملكات وكبار كهنة وأمراء. وكان حدث جلل، ويعني ارتبط هذا الحدث بشخصيات كثيرة، من ضمنهم جاستو ماسبيرو اللي كان مدير مصلحة الآثار المصرية في الوقت هذا. واكب هذا الاكتشاف جهود مضنية كانت تجري على قدم وساق لتفسير النصوص الدينية المقدسة الموجودة بداخل هذه المقابر الملكية. فقام إدوارد نافيل بترجمة ابتهالات للمعبود رع، قام بترجمة كتاب البقرة السماوية، وتم إخراج وإنتاج كتاب الموتى. وكتاب الموتى هو مجموعة من النصوص الجنائزية التي كانت تستخدم من قبل أناس عاديون في مصر القديمة. قام ليفي بور هذا الباحث بترجمة كتاب البوابات، وفي فبراير ومارس من عام 1883 استحب ليفي بور بوريانت ولوري إلى وادي الملوك. قام بعمل مسح أساسي للجبانة في وادي الملوك في هذا الوقت، وقام برسم مقبرة سيتي الأول ومقبرة رمسيس الرابع، وقدم وصف قدر الإمكان لبقية المقابر الملكية هناك. ولكن كانوا يعملون بشيء من السرعة والتعجل، وبالتالي الأعمال ليست أو محدودة القيمة التي قدموها في هذا الوقت. جاستو ماسبيرو زار وادي الملوك عدة مرات، أراد أن ينال حظه من التعمق في عالم الكتب الأبدية. فكان بنتيجة ذلك أنه قدم أول وأكمل ترجمة لكتاب هام جدا، هو ذكر ما هو موجود في العالم الآخر أو إيميليو هكذا اسمه. نتيجة لهذه الأبحاث الجميلة عن هذا الكتاب كان الدافع لعالم يدعى ديلاساس في كتابه القيم الذي أصدره عام 1897 أن يصف هذا الكتاب بأنه أهم مصدر لمعرفة العقيدة الشمسية في هذه الفترة من تاريخ مصر. توالت بعد ذلك فترة كانت تمتاز بأنها فترة استكشافات للكثير من المقابر الملكية بوادي الملوك، وهذا سيكون بداية حديثنا الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم.